السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، نتوما والعائله ديالكم، ودوزوا نهار زوين، الويكند زوين ان شاء الله مع العائله والاحباب. وباش تمنيتوا ان شاء الله يا ربي كما العاده، جيت لكم بواحد الوصفه. راكم كما كتشوفوا المقادير قدامكم، على ما اظن راكم عارفين اكثريه منكم راهم عارفين شنو هي الوصفه اللي غادي ندير اليوم. كما كاين البرد والجبارد والثلج والشتاء والحاله، تبغي غير حاجه سخونه. ايوا مهم، راكم معكم عارفين بلا ما نبدا واقيله. مهم نقول لكم غادي نبدا لكم بواحد الحريره مغربيه سخونه البنات، في هذا البرد كاين في هذا الشيء غير حاجه سخونه في هذا البرد. المهم بغيت نشارك الحريره، طريقه الحريره ديالي بالمقادير ديالها وطريقه الاستعمال كيفاش كندير الحريره ديالي. المهم نشارككم الحريره، كل واحد كيدير الحريره ديالو الطريقه ديالو الخاصه، وانا عندي الحريره ديالي الخاصه. المهم غادي نوريكم على بركه الله، نقدم لكم المقادير. الا عندكم سواء اللحم او الدجاج، صدر الدجاج، انا ما عنديش اللحم توفر، درت اللحم ديال الدجاج غير باش يطلق البنة، ما حنا ما كنستعملوش بزاف اللحم في الحريره. المهم كيجي زوين. وعندنا المقادير كما كتشوفوا، جوج مطيشات كبار، وجوج بطاطات، وجوج بصلات مقطعين، قطعتهم كبار لحقاش غادي عاد نوريكم الطريقه علاش خليتهم هكا كبار. وخيزو مقطع كان في الفريغو عندي، وكرافس، كرافس مرصويات كبار كان عندي في المجمد، غنوريكم علاش خليته هكا غادي نقول لكم. انا ما غاديش نخليه هكاك قطع كبار غير كيطحن كلشي. هذا قزبر معدنوس، وقزبر معدنوس مفروم، وسميتو مطيشه الحك غادي نديرها بلاتي. وهنا هذا الكاس كبير فيه زيت العود وزيت المائده، اللي ما بغاش يدير زيت المائده زيت العود ما يديرهاش. وهذه القرعه الحمراء، يعني كونسابيل القرعه الحمراء اللي كنديرو في الكسكس، كانت عندي في المجمد، كتجي زوينه في الحريره البنات. والعدس بعد ما غسلته ونقيته، وعندي الحمص حتى هو، والتوابل عندي الملحه، عندي الخرقوم البلدي، عندي الزنجبيل السكنجبير، وشويه ديال القرفه مطحونه، والتحميره، والبزار، البزار، وهذا المسخن، هذو العطريه ديال الحريره، وشويه ديال الزعفران. الا ما بغيتوش ما ديروش، معليش ديروا غير الخرقوم بلاصتو. المهم بغي باش ما يجيش الحريره تجي ليا لون احمر وصفر، ما تجيليش بيضه. المهم على بركه الله كلشي راه كاين مقادير. دابا في هذاك سميتو نوري لكم، راه ديجا بديت انا الماء، درت الماء، انا كنسبق الماء بلا ما ديروا الزيت وديروا هذاك الشيء تخربيق، نسبقت الماء. هو دابا غادي ندير عليها كاع المقادير ديالي، كندير عليها دقه وحدها بحال هكذا. غتقولوا هذه الطريقه، الطريقه ديالي هذه هي، شوفوا تجي زوينه، جربوها وتشوفوا. كلشي كندير في الماء، تكون دافي ما تكونش طايب، غير دافي ولا بارد من روبيني. ها هو الكرافس، قلت الكرافس خليته هكا السيقان ديالو كبار، غادي عاد نطحن كلشي انا، يعني علاش خليتهم كبار. وندير هاد القرعه حمراء حتى هي، والحيمات ديالي، كلشي كنديرو دقه وحده البنات بلا ما تضيعوا الوقت، انا كندير كلشي دقه وحده. ها هو العدس، الحمص، مطر عندي كان واجد، هو اللي عندهم ليا بس كيف زقوه قبل ليلة قبل، وسميتو التوابل كما قلت لكم، والزيت، كلشي كنديرو دقه وحده، طريقه ساهله بلا ما تعذبوا كلشي. تشوفوا في التالي من بعد تشوفوا الطريقه ديالي. وهاد المطيشه ديال الحك غادي نديرها من بعد حتى تغلى مزيان، عاد ندير واحد شويه ونص باقي غادي نديرو مع الطحين. والقزبر المعدنوس، المهم غادي نخليها تغلى، تغلى مزيان، نغطي عليها حتى تغلى مزيان، وغادي ندير عليها هذيك قلت لكم المطيشه ديال الحك، واحد النص ديالها دابا، لا نديرها كامله لحقاش على حسب الافراد، نديرها دابا واحد شويه حتى تغلى، ونرجع لكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو كما العاده. يلا خليكم معايا ما تمشوش بعيد، شوفوا الطريقه الحريره ديالي عاد تعجبكم البنات، وسهله وزوينه والمذاق ديالها زوين. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي كنديرها في الحريره، ما كنخليش الحمص حبيبات صحيح والعز حبات، لا كنطحن كلشي. غادي تشوفوا الطريقه، المهم حتى شويه نرجع لكم ان شاء الله. البنات رجعت لكم بعد ما غلات الطنجره ديالي،
دابا غادي نضيف عليها المطيشه ديال نص مطيشه ديال الحك، خلطت مع شويه ديال الماء. غادي نضيفها على هذاك الخضار ديالي مع المغلات كما قلت لكم. هنا هي تجي زوينه، اللي جربوها وتشوفوا الطريقه زوينه والله. دابا نخلط هادشي كلشي ونخليها تطيب الخضره كامله، ونرجع لكم باش نقول لكم تتمه الفيديو طريقه. ها هي اللي نشوفوا كتشهي والله في هذا البرد، كتشهي كتشهي، حاجه سخونه، محتاجين غير حاجه سخونه هنايا، غير البرد والشتاء والثلج، عندنا الثلج والبرد. المهم انا غادي نخليها حتى تطيب الخضره كامله ونرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم تتمه الفيديو. خليكم معايا ما تمشوش بعيد البنات، يلا بقاو معايا. غير البنات رجعت لكم بعد ما غلات ودرت المطيشه الحك. دابا فنص الطياب غادي ندير ضمه البنه ديال الدجاج، ضمه البنه ديال الدجاج. الحق درت الدجاج، الا درتو ديال اللحم ديروا ضمه البنه ديال اللحم. ها هي ديال الدجاج هذه، يلا حتى من بعد نرجع لكم عاود ثاني. سمحوا لي البنات كنت نصور معكم، وكاين صوني لتحت عندي الصونيت. ودابا قبل ما نطحن الحريره ديالي، ها هي غادي نحيد هذاك القطع ديال اللحم اللي عندي صغيره، غادي نحيدها نديرها في هذه الزلافه. ها هي كنت بديت نحيد، قبل ما نطحن غنحيد هذيك اللحيمات ديالي ونخليها تطيب مزيان، تشرب كاع داك المرقه اللي فيها، ونرجع لكم ان شاء الله باش نطحنها. يلا ما تمشوا.